السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج هيلثي لايف الرياضي. من خلال برنامجنا نساعدكم على تحسين عاداتكم الغذائية وزيادة لياقتكم البدنية وتعزيز صحتكم العامة، وكذلك نقدم لكم فقرتين. الفقرة الأولى عبارة عن نصائح عن التغذية ونصائح عن التمارين، الفقرة الثانية نقدم لكم فيها مجموعة تمارين، ومن خلال هذه التمارين نشرحها بالشكل الصحيح والخاطئ على أساس تستفيدون بالشكل الصحيح. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع وهو كيفية التحكم في الوزن وكيفية زيادة أو خسارة الدهون، وأيضا كيفية تطور الجسم. طبعا الكل عارف أو بعض الأشخاص اللي يمارسون الرياضة أو اللي ينزلون بوزنهم من خلال الرياضة، سواء كان هدفهم زيادة الوزن، زيادة الكتلة العضلية، ثبات الوزن، ممكن ثبات الوزن يكون هذا أمر قليل من عند الناس، ولكن بعض الأشخاص حابين يا يزيدون في الوزن يا يقلون في وزنهم بسبب هدفه أن يقل في الوزن اللي هو خسارة الدهون وزيادة العضل، أو فقط خسارة الدهون حسب طبعا هدف الشخص نفسه. لأن إذا الشخص كان يمارس مثلا رياضة ما فيها جهد عالي، مثلا رياضة المشي، رياضة الجري، يعني الرياضات الهوائية، الرياضات الخفيفة هذه، فهذا الشخص يحاول يحافظ على لياقته البدنية وكذلك يخسر الدهون الموجودة في جسمه. أما الأشخاص اللي يلعبون رياضات فيها جهد بدني عالي، رياضات فيها تمرين شدتها عالية اللي هي مثلا تمارين الكروسفيت، تمارين الكمال الأجسام، تمارين مثلا ألعاب القوة، هذه الرياضات يحتاجون اللي هو العضلات على أساس تساعدهم أيضا على زيادة أوزانهم وكذلك تحسين أدائهم الرياضي. فبالتالي أنت هني عندك مراحل راح تساعدك على تحسين أدائك الرياضي. أول شيء طبعا عندك اللي هو الالتزام في الغذاء. طبعا الحمية الغذائية مهمة جدا حق أي شخص، سواء اللي يمارس رياضات هوائية أو سواء الشخص اللي يلعب تمارين اللي هي الكروسفيت أو التمارين تكون فيها شدة اللي شدتها تكون عالية أو جهدها يكون عالي. لأن القيمة الغذائية أو النظام الغذائي أو الحمية الغذائية هي أساس زيادة الوزن أو تقليل الوزن، وهي مصدر الطاقة الأساسي اللي يساعد الشخص على بناء جسمه بشكل الصحيح. فأنت هنا عندك هذه الأمور جدا مهمة على أساس تساعدك بشكل كبير. بمعنى عندك جدول غذائي استمرت عليه إلى مدة 3 أشهر أو 4 أشهر، الوزن اللي هو وقف عند حد معين أو جسمك ما قاعد يتطور عند حد معين، فأنت هني راح تتحكم بغذائك. أول شيء طبعا طريقة التغذية، تزيد في الكمية، تقلل في الكمية، اللي هو تتجه حق نظام الكارب سايكل، فهذه الأمور راح تساعدك على تحريك الوزن. وكذلك أيضا من ناحية التمرين، شدة التمرين راح تزيد في شدة التمرين. على سبيل المثال مثلا الجولات تزيد من عدد التكرارات، ترفع من الأوزان بشكل أكبر، تعمل تمزقات عضلية أكثر على أساس تساعدك في تطوير جسمك. فبالتالي أنت هني أيضا عندك اللي هو القيمة الغذائية مهمة، نفس ما قلت لك تتحكم في الغذاء سواء الزيادة أو النقصان. وكذلك بالنسبة حق التمرين، التمرين نفسه نفس ما قلت لك تزيد في عدد الجولات، تقلل في عدد الجولات، تزيد في عدد التكرارات، أو كذلك عندك اللي هو فترة التمرين أو مدة التمرين، أو تحاول تزيد من شدة التمرين. إذا أنت كنت قاعد مثلا على سبيل المثال أنك تستخدم مستوى رقم 5 أو 6 أو 10 في لمدة 4 دقائق أو 5 دقائق أو لمدة تقريبا ربع ساعة حسب طبعا اللي هو تقسيم المراحل اللي انت تستخدمها، لا راح تبتدي مثلا مرحلة 15 إلى 20، وفي اللي هو على سبيل المثال لمدة 20 دقيقة، فانت هني زدت الجهد وزدت قوة شدة التمرين، فكذلك راح يساعدك بشكل كبير على اللي هو تطوير لياقتك البدنية والوصول حق الهدف اللي أنت حاب توصل له. فبالتالي المضمون من هذا الموضوع أن أنت لازم دائما خلال فترات معينة تغير من جدول تمرينك وجدول غذائك على أساس يساعدك على تطوير جسمك بالشكل الصحيح وتوصل حق الهدف اللي أنت حاب توصل له. وهذا كان موضوعنا اليوم إن شاء الله، أتمنى أن الجميع استفاد منه. تابعونا من بعد الفاصل بتمارين جديدة.
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، من بعد الفاصل راح أقدم لكم مجموعة تمارين وهي تمارين تستهدف عضلة المعدة، وكذلك أيضا راح نتمرن تمارين البوش أب اللي هي الضغط، وكذلك راح نستهدف أكثر من عضلة في وقت واحد معي جهاز الدامبلز، وهذه التمارين إن شاء الله اللي راح يساعدني فيها جهاز الدامبلز اللي هي التمارين تقدر تستخدمها كتمارين منزلية أو أيضا حتى تمارين بالأوتدور أو بالخارج تقدر تستخدمها على أساس تساعدك على اللي هو الوصول إلى هدفك. وكتغيير بعض الأشخاص ممكن أن مثلا ما يحب يتمرن مكان مسكر خصوصا إذا الجو كان زين، فبالتالي يقدر يأخذ هذه الأدوات معه ويتمرن هذه التمارين، راح تساعده بشكل كبير على تطوير جسمه وعلى الحفاظ على لياقته البدنية. طبعا أول شيء التمرين الأول راح يكون كالتالي، راح نستخدم اللي هو جهاز دامبل واحد فقط، الثاني راح نخليه إن شاء الله بالتمرين اللي بعده راح ناخذه. لاحظ هذا الدامبل أثبته بالذراع بهذه الطريقة، لاحظ طريقة مسكة الجهاز نفسه، ضميت الذراعين على بعض، من بعدها أحرك أثبت رجلي على الأرض، أصعد بهذه الطريقة، ألف جسمي بهذا الشكل. لاحظ هذا التمرين راح يساعدني بشكل كبير على استهداف عضلات المعدة بالكامل زائد عضلات الخواصر. أصعد بهذه الطريقة، أحرك جسمي بهذا الشكل. طبعاً الطريقة الخاطئة لهذا التمرين ممكن أنك لما تتمرن الرجلين أحركهم إلى الأعلى، بمعنى أن أثناء الصعود ممكن أحرك رجلي بهذه الطريقة. لاحظ هذه الطريقة خاطئة، لا، أنت لازم تثبت الرجل على الأرض فقط، المستوى العلوي من جسمك اللي يصعد، الالتفاف إلى اليسار، يمين، واحد، اثنين، ثلاث، عدد التكرارات راح تكون 15 تكرار في 3 جولات. هذا التمرين الأول اللي استهدفت فيه تقريبا عضلات المعدة بالكامل. التمرين الثاني راح يكون كالتالي، هذا التمرين راح يكون عبارة عن تمرين اللي هو البوش أب، بمعنى راح ألعب تمرين الضغط مع الجهازين، وأيضا أثناء النزول أسحب الذراع إلى الأعلى، فبالتالي راح استهدف فيها عضلة اللي هي عضلة اللاتس، عضلة البيطان. لاحظ استهدفت عضلة الصدر، استهدفت عضلة البيطان أيضا الجهة الثانية بهذه الطريقة. هذا التمرين الثاني، طبعا هذا التمرين من التمارين اللي هي جدا قوية، وكذلك تساعدك على استهداف العضلات الكبيرة الموجودة في جسمك اللي هي عضلة الصدر وكذلك عضلة البيطان. عدد الجولات تكون 3 جولات في 10 تكرارات. هذا بالنسبة للتمرين اللي هو الثاني. التمرين الثالث والأخير راح استهدف فيه عضلات الأكتاف الأمامية والجانبية، راح أثبت الجسم بهذه الطريقة. لاحظ بهذا الشكل استهدفت العضلة الأمامية، استهدفت الجانبية، أيضا العضلة الجانبية والعضلة الأمامية. عدد التكرارات اللي هي 10 تكرارات في 3 جولات. وهذه كانت تمارين اليوم إن شاء الله، أتمنى أنكم استفدتوا منها إن شاء الله. نلقاكم بحلقات مقبلة بتمارين جديدة.